هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه الموجة الحارة مستمرة، وأن الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل متوقع أن الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هالة، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. استمرار الموجه الحاره، اخبار الجو ايه النهارده؟ تفاصيل مع حضرتك. احنا طبعا بدانا من امس قيم درجات الحراره تتجه نحو الانخفاضات، يمكن كان الانخفاض بمعدل 4 درجات عن ذروه الارتفاعات اللي شفناها يوم يعني النهارده 36 في القاهره، يعتبر شويه يعني انخفضت شويه. بالفعل هي انخفضت عن قيم درجات الحراره اللي كنا بنسجلها الاسبوع الماضي، وعن صحيح. الموجه شديده الحراره اللي كانت بتاثر علينا. طبعا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، اليوم ايضا متوقع ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، فهنحس بانخفاض قيم درجات الحراره، لان طبعا احنا بيأثر علينا وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتخلق جزء من اشعه الشمس، وخاصه في فترات الصباح تساعد على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فمصادر الكتل الهوائيه اختلفت وتاثيرنا بالتوزيعات الضغطيه اختلفت عن الموجه شديده الحراره، فبالتالي ما زلنا بنقول بنحس بالاجواء شديده الحراره لان نسب الرطوبه لسه مكمله معانا، نسب الرطوبه لسه مرتفعه في الجو، ووجود نسب رطوبه في الجو يخلينا نحس 36 لو تاكل 38 او 39 درجه مئويه، فبالتالي احنا بنقول ان الجو شديد الحراره رطب، لكن هو طبعا اقل بكثير في حرارته او هنحس من درجات حراره اقل من الايام الماضيه، ده طبعا في معظم المحافظات الشماليه من السواحل الشماليه للوجه البحري للقاهره الكبرى لحتى كمان محافظات شمال اسرائيل، لكن اجواء السواحل الشماليه بتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره، فبنقول اجواءها حراره رطبه فتره النهار. هنيجي كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هنلاقي في انخفاض في قيم درجات الحراره، خاصه ان في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعات رياح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، يساعد نشاط رياح فترات المساء وساعات الليل ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، فبالتالي نخلينا نحس بالاعتدال في الاجواء في فترات الليل او نحس ببعض نسمات الهواء خلال فتره الليل، خاصه في فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. لكن كمان نشاط الرياح اللي موجود معانا، ويمكن احنا حذرنا من اضطراب الملاحه البحريه وارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط، يمكن تم بالامس اغلاق بعض الشواطئ في مدينه مطروح او في محافظه مطروح، اليوم ايضا نكمل معانا ارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط، طبعا سرعات الرياح ما بين 40 ل 60 كيلومتر على الساعه في البحر المتوسط، فبالتالي هيكون في ارتفاع موج ما بين 2 الى 3.5 متر في البحر المتوسط، اليوم ايضا هيكون غير مؤهل تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن البحر الاحمر معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه ايضا، لكن هيكون كمان عندنا اليوم فرص لسقوط الامطار، احنا بدانا نشوف فرص لسقوط في جنوب الأمطار البلاد بالفعل، بدانا نشوف اسوان وحلايب وشلاتين في المناطق الموجوده في اقصى جنوب البلاد، بالفعل نتيجه ارتفاع الحزام المداري في شمال السودان بدانا احنا نتاثر بفرص الامطار، هي طبعا امطار اقل بكثير من اللي بتشهدها السودان او اثيوبيا، هي امطار خفيفه اليوم وممكن تكون امطار رعديه، ومع طبعا الامطار الرعديه قد يكون هناك بعض الاتربه والرمال المثاره، نشاط رياح مثير لبعض الرمال والاتربه في اقصى الجنوب مش المناطق الشماليه، المناطق الشماليه فيها استقرار في الاحوال الجويه، لكن الامطار والاتربه والرمال المثاره هنلاقيها في اقصى الجنوب عند حلايب شلاتين، مناطق كمان من ابو سمبل هو جنوب اسوان، المناطق دي هي المعرضه لبعض سقوط الامطار ونشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، وطبعا الاتربه والرمال المثاره قد يصاحبها انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض الأماكن. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. القاهرة متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 25، والعاصمة الإدارية 37-24، الإسكندرية 32-25، والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-24، ودمياط 33-25،
بورسعيد 33-26 والإسماعيلية 38-25 سويس 38-24 والعريش 34-24 كاترين 33-18 وطوبة 36-25 حلايب 36-29 شلاتين 38-30 شرم الشيخ 39-29 والغردقة 40-29 الفيوم 28-25 بني سويف 38-25 الوادي الجديد 42-26 أسيوط 39-25 سوهاج 40-26 وقنا 42-27 الأقصر 42-28 وأسوان 43-29 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة معانا النهاردة. دلوقتي عودة مرة تانية لهيبة وشاذلي لمتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. عودة لي.